فور، عندي منار، عندي مرحبا، احمد. انا اسمي مريم. ازيك يا مريوم؟ ازيك يا ابراهيم؟ بخير. يا ربي دايما كده بخير. منوريني يا ابطال يا حلوين. وزينب، محمد، غيداء، منوريني كلكم يا حلوين. يا ريت كلنا نفتح الكاميرا. القيس بشوفوه شوية. يلا يا أبطال كلنا نفتح الكاميرا، قولوا لي بقى بتحبوا مادة الدراسات ولا لا؟ أيوة بحب فعلا. الأسنان. طيب كويس، كلكم بتحبوها ولا في حد ما بيحبهاش؟ أنا أستاذة أحبها بس وايد فيها حفظ. تمام أنا بحبها. تمام كويس جميل. طيب هو اللي قال يا أستاذ أنا بحبها بس هي فيها حفظ، هي صحيح مادة الدراسات فيها حفظ، تمام؟ أنا متفقة معاك في هذا، بس عايزة أقول لك بقى يا كابتن، أنت لو فهمتها مش هتعوز تحفظها، فاهمنا؟ إحنا الحاجة لما نفهمها تمام، فهمناها كويس، مش هتاخد معانا وقت في الحفظ. خلينا متفقين على حاجة زي إن كده، شاء الله خلينا فهمت نتفق مع بعض استوعبت. كمان إن مادة الدراسات مادة فهم أكتر من إنها مادة حفظ، اتفقنا؟ ايوه طيب أنا عايزة كده أسأل منار، استاذة، قولي لي كده بقى يا منار يا جميلة، أنتي تعرفي يعني إيه مادة الدراسات دي؟ يا استاذة يعني إيه مادة الدراسات؟ ليه تتكلم عن بندرس مادة العالم الدراسات يعني؟ الخرايط. صوتك انت بعد المايك عنك. اتكلم عن المواقع وعن العالم والخرائط برافو وأماكن عليك، الدول. برافو عليك، شطورة جدا، برافو عليك شطورة يا منار. تمام طيب لو جيت وقلت بقى الرجالة بتوعي فين؟ اعملوا حسابكم بقى، احنا هنبدأ مسابقات بين الرجالة والبنات، مستعدين ولا مش مستعدين؟ تعدين وهنعمل فريقين، فريق رجالة وفريق بنات. اوكي طيب يلا يا خالد، زميلتك قالت لي ان الدراسات دي بيتكلم عن المواقع وبيتكلم عن كل حاجة وخرائط وحاجات من دي. طيب تعرف ان الدراسات بتتكلم عن ايه كمان؟ نتكلم عن الجغرافيا، عن الجغرافيا، برافو. وايه كمان؟ تاريخ، والتاريخ. طب يعني ايه جغرافيا بقى؟ وهذا جغرافيا دي وطني. بتتكلم عن ايه؟ هذا بعد تتكلم عن التقاليد، العادات والتقاليد، العادات والتقاليد. طب مين اللي بيتكلم؟ عن الأمم انا السابقة. بلقيس العويدي. علي صوتك مش سامعة. بلقيس العويدي. بلقيس اسمك جميل. طيب طيب يا بلقيس، عايزة نتفق على حاجة برضو، احنا كبار وفي صف سادس. بصوا بقى يا أبطال يا حلوين، مينفعش حد يتكلم غير لما يرفع ايده، اتفقنا؟ اوكي عشان احنا بقى رجالة وأنسات كبار، فمش ينفع نتكلم غير لما نرفع ايدينا، اتفقنا؟ بصوا بقى يا حلوين، الدراسات زي ما انتوا قلتوا، برافو عليكم، هي عبارة عن جغرافيا وتاريخ. الجغرافيا بتتكلم عن كل حاجة حواليا، زي الجو امتى يمطر، الجو امتى يبقى حر، يعني اعرف المناخ، اعرف المواقع، الاماكن دي كلها جغرافيا، تمام؟ التاريخ بيتكلمني عن قصص وحكايات الناس اللي قبل كده، اتكلمنا عن عادات وتقاليد الشعب العماني زمان، صح ولا لا؟ بنعرف قصصهم، بنعرف حكايتهم، بنعرف حكاية الناس اللي كانت موجودة، دي اسمها ايه؟ تاريخ. نعرف حكاية الفراعنة، دي برضو اسمها ايه؟ تاريخ. النهاردة بإذن الله يا أبطالي هنبدأ مع بعض في الوحدة الأولى للصف السادس. حد فيكو كده عنده فضول، يعني فضوله كده جاله وقال له ما تفتح الكتاب كده وتشوف ايه اللي بيقول عندنا او ايه اللي احنا هناخده في السنة الجديدة؟ حد فيكو كده فكر ويقلب في الكتاب وعارف احنا هناخد ايه؟ تمام ايوه، انا شايفه الناس ملتزمه كده ورافعه ايديها، برافو عليكم. مين اللي فتح؟ يلا يا جمعه. أستاذة، نعم يا جميل.
تسمعيني ولا لا؟ لان المايك شوية. انا مين اللي بيتكلم؟ خالد. ايه خالد؟ اتفضل يا خالد، انا كده سامعاك. طيب انا قلت لك بس علشان المايك شوية، يعني انا تمام، بعيد. مفيش مشكلة. تمام. طب يا منار قولي لي، انت السلام فتحتي. عليكم استاذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولي لي يا منار، فتحتي الكتاب كده وجالك فضول تعرفي ايه اللي احنا هناخده السنة الجديدة؟ ايوه تمام. لقيتي ايه ايوه بقى احنا استاذة، هناخده؟ فتحت وشفت لقيتي ايه بقى؟ أغلفة ولا الكواكب الأرض. أغلفة هي كواكب، بتتكلم عن الأغلفة اللي في الأرض. أغلفة اللي في الأرض. برافو عليك، شطورة. طيب احنا النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أول درس عندنا بيتكلم عن أغلفة كوكب الأرض. طبعا كلنا عارفين يا أبطال يا حلوين إن احنا عايشين على كوكب إيه؟ الأرض، كوكب الأرض. الأرض. طيب احنا عايزين نعرف كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه ده بيتكون من كام غلاف، وإيه أهمية الأغلفة دي، وإيه هي الأغلفة دي؟ يلا بينا. بصوا بقى يا أبطال، كوكب الأرض بيتكون من 4 أغلفة. بيتكون من كام غلاف؟ 4 أغلفة. 4. اللي هم إيه؟ نعم، الغلاف الجوي، والغلاف الصخري، والغلاف المائي، والغلاف الحيوي. برافو عليكي. مين اللي يتكلم؟ أنا أستاذة منار. انتي يا منار، برافو عليكي، شطورة جدا. تمام. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن كل غلاف من دول. هنتكلم مثلا عن الغلاف الصخري. ايه ده؟ يعني ايه اساسا غلاف، ويعني ايه صخري؟ الصخري ده جاية من ايه يا ابطال؟ من الصخرة، صخور. عارفين الصخور؟ من صخور، صخور. طب هو ايه اللي بيبقى شكله صخور؟ ايه اللي بيبقى على هيئة جبل، صخرة؟ قلب، اللي ايه؟ جبل. الجبل. برافو عليكم، الجبل بيبقى على شكل صخرة. تمام، برافو عليكم. تمام، يبقى احنا عرفنا بقى يا حلوين ان هو زي الجبال دي اللي على شكل صخرة. طب هو الجبال ده بيبقى عبارة عن ايه؟ الأرض. مش الأرض دي بتبقى عندنا الأرض بتبقى صخرة؟ صح ولا لأ؟ ايوه تمام. طيب هي الأرض دي صح لازمتها استاذ. ايه؟ والجبال دي لازمتها ايه؟ وايه اللي بيبقوا موجودين في الجبال؟ هنعرف كل، هنعرف ده كله. انا اتفضل استاذ. اتفضل.